ضيفنا الحلقة اليوم سميتو عبد العالي، كنيتو الأجراوي، وكنعرفوه بأمير علي. عيني تفتحت على الفن مني كان صغير، والمدرسة الأولى ديالو كانت هي فن الملحون، وهو واحد من تلاميذ الراحل الكبير حسين تلالي. صقل الموهبة ديالو بالدراسة في المعهد الموسيقي للمدينة الإسماعيلية، وكان في أي حفلة ولا أي سهرة ضروري تلقى مع الرفيق ديالو اللي هي آلة الكمان، ونزيد عليها حتى آلة العود اللي كانت الرفيق ديالو في فترة الحجر الصحي واللي دار بها بزاف ديال اللايفات. أمير علي ولا علامة ثقافية وفنية مغربية في الرواق المغربي المتميز بعالم ديزني وورد بالولايات المتحدة الأمريكية، الدولة اللي هو مقيم فيها واللي مشى لها غير بالصدفة في سنة 1986. جاته فكرة خلق مجموعة موسيقية خاصة فيها عازفين من مجموعة من الدول. أمير علي كانت عنده علاقة أيضا مع الرياضة، بحيث كان بطل من الأبطال في رياضة السباحة، بالإضافة لأنه كيموت على موسيقى الجاز، وتلاقى بأسماء كبيرة في هذا المجال، وهو اليوم معنا في برنامج مساء النور يا مغرب. حصول ما عندي ما نقول. أمير علي مرحبا بك. أمير علي يا أمير علي، كيف حالك؟ الحمد لله. كدير؟ اللهم لك الحمد. شرفتينا. وتنا الشرف ليا على الاستضافة وهذه القناة الجميلة. مرحبا. اللي وليت كنتبعها وقيلا انتم السباب. مرحبا بك أمير علي. وشفنا الكمان والكيل العود كذلك، كاين كلشي. المهم غنتبعوا معاك مزيان. في الاول تحدثنا على الموضوع ديال التقوية وتعزيز الثقة في النفس. ولالا جيهان جابت لنا واحد المسألة ديال انه الثقة في النفس ممكن تكون بالفن. شنو كتقول في هذه القضية هذه؟ بيان سور عرفتي جبتي لي واحد الموضوع اللي هو ما ساهلاش في الميدان الفني، سي با فاسيل. خصك يعني عندها علاقه بلا بيرفورمانس، عندها علاقه بمواجهات الجمهور، عندها علاقه ب ب ب ب ب بلوتخاك معاك موسيقيين كبار قدامك جمهور قوي. الا ما كانتش الثقه في النفس لو كونسير غادي كيقول لك تكل على الله وسير واعطي كل ما في قلبك. راه واحد الى 70% عجبهم لو شو ديالك ولا شي حاجه. الا ما كانت الثقه في النفس ما كاين والو في الحياه اون جينيرال.